حديث الساعة أيضا لدى جزء كبير من الرأي العام هو حديث الساعة هو الساعة الإضافية اعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام في فصل الشتاء. كان هناك مجلس حكومي استثنائي عقد أمس لهذا الغرض بشكل مفاجئ. جزء كبير من الرأي العام أستاذ الشجر غاضب وساخط فيما يخص أسباب نزول هذا القرار. الوزير الاتحادي سي بن عبد القادر تحدث عن دراسة صحية واقتصادية. يبدو سي شجر أن هذه المبررات لم تقنع جزء كبير من المغاربة، كيف تابعتم هذا الموضوع؟ كبير أو صغير هذه مسألة نسبية، هذا انطباع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال 35 مليون نسمة، ولذلك نسبة الرفض من عدمه هذا مسألة نسبية. ثانيا الدراسة ليست دراسة البارحة، هذه تجربة انطلقت منذ سنوات ومن حكومات سابقة ونحن نتدارس هذا الأمر. الدراسة الأخيرة يمكن أسعفت، أنا ماشي داخل الحكومة ولكن أعتقد أن الدراسة الأخيرة يمكن أسعفت هذه الحكومة على أن تكون أكثر جرأة في اتخاذ القرار. ولكن كان مجلس حكومي عادي وكان إعلام من طرف الحكومة كتنبه المغاربة عندكو رجعوا الساعة جي ام تي في الـ في الـ في الـ في, الـ في نهاية الأسبوع. ثم كان هناك اجتماع استثنائي يعني واعتماد توقيت صيفي على مدار العام. ما لا شك فيه غير نتفقوا، مما لا شك فيه أن تدبير هذا الأمر من طرف الحكومة يمكن خلق هذا النقاش، ولكن اللي غير مبرر هو أن يصبح هذا النقاش وغيره. تذكرون بالأمس كانت القضية الحلوة البرلمان، وقبل منه قضية البغرير، وقت ما كانت البلاد مشاريع حقيقية مجتمعية يجب أن يكون بشأنها النقاش، هناك من يجر البلد. كيف كان خطاب توجيهي لجلالة الملك في افتتاح البرلمان؟ حلوة وسارقة. كان القانون المالي، كان قبل ذلك القانون الإطار للتربية والتكوين، كان في هذا الموضوع ديال الساعة أهم شيء داز مجلس الحكومة يوم الخميس جوج القضايا ولا ثلاثة تتعلق بصحة المواطنين، تتعلق بالإطار العام لمؤسسات البلاد الذين يتحدثون عن الجهوية، داز قانون لا تمركز وبلادنا محتاجة اليوم إلى نخب جديدة في إدارتها وتدبيرها جهويا.